الو، السلام عليكم. اليوم عاود ثاني جيت لهنايا، طلعت لهاد الجبل باش غادي نقضي فيه واحد الليله هنايا. واحد المكان معتبر بمعنى الكلمه. غادي نمشي معاكم، يلا تشوفوا كيفاش داير. الشومبره هنايا ماشي شومبره ولكن خيمه $100 الليله. شتي علاش غادي نقضي هنايا واحد الليله؟ لكن انكلود لان المنطقه هذه سياحيه، مازال غادي نصور لكم فيها بزاف ديال البلايص. هي منطقة سياحية وعندك الشاطئ الباص، يعني إلا بغيتي غادي يجي يديك من هنا ويجي يساريك يدور بيك في المنطقة هذه. المهم أجيو تشوفوا البلاصة اللي ساكن فيه. $100 €100 في الليلة. الله، ها هي البلاصة اللي ساكن فيه €100 في الليلة. هي تراديشنال، وباش غير كيما قلت لكم ذاك النهار بلي أن الناس تعرف كيفاش تخدم وتجيب الفلوس وتجيب لي توريست. المهم هذا الستايل القديم، هاهو كي داير. الرقم ديال البيت ديالي 705، هاي الرقم تاع هاي السمن تاع البلاصة كونونغ تشيكوراي. المهم هي البلاصة اللي بغيتي تجي تشوفها. ها هو، ها هي البلاصة، هاهي كي دايرة. أنا غادي نغلق الباب القديم. هو الباب القديم، دايرين ليه اللمبات. اللي غادي هي هذه الخيمه فين غادي نسكن ان شاء الله. هي هذه الخيمه، ها هي كي دايره. ها هي الخيمه سيدي، ها هي، ها هي الحوايج ديالي. المهم هنا كيكون الليل، الليل هنا كيكون الحال بارد الليل. ها هي اللمبه تما والراديو. او هنا لان هنا واخا تشدها بلاصه وحده كتجي ديال جوج بلايص جوج الناس. المهم اللي باغي يجي يسكن معايا مرحبا به. هيا حتى واحد السيد. وما هو الحوايج تاعي؟ او هنا مشروبات، شربت شي حاجه غادي تخلصها. المهم هذه هي هنا، لان في العشيه كيعطوك الضلع تميك هنا تصوب هنا الضلع فابور. هنا كلشي ديالك الا كريتي هنا، هنا كلشي ديالك. لتحت هيا لتحت راه فيه الدش وسميتو. انا غادي ننزل نشوف الدش. هاهو الدش، الدش عادي هنا ما حطوش الفواطي هنا كاع، ما جا ما حطوش الفوطو، بقي كاينين الفوق ما عرفش. وهذا الله يعيط عليهم التليفون. دوسان بامبو، هذا هو اسم المكان اللي هذا المنتجع هذا اللي غادي نقضي فيه واحد الليله، ليله وحده لان هنا غالي شي شويه. غادي ندورو دوره في هذا المنتجع هنا وين كيلعبوا الدراري الصغار، يعني الداخل هنايا. المهم غادي الى إلا كنتي ساكن هنايا عندك الفاسيليتي باش تجيب ولادك لداخل هنا يلعبوا. أنا ما غاديش ندخل، ما عنديش دراري صغار، ولكن المهم هنايا فيها بزاف ديال الألعاب الدراري الصغار. السلام عليكم. المهم هنا وين ساكنين دروكا كيما قلت لكم ذاك قبيلة، 100 يورو، فيه بزاف تاع لي فاسيليتي بحال هنا. البلاصة اللي كيلعبوا فيها الدراري راه شفناها قبيلة، البلاصة اللي كيلعبوا فيها الدراري إلا عندك الدراري الصغار يلعبوا تما. هنايا كاع الدور ديالنا بحال هكا فوكا، يعني عندك الفاسيليتي ديال هنا كلشي. وكاين ترانسبور، كاين عندهم ترانسبور ديالهم اللي غادي يديك كاع يوصلك لاي مكان بغيت تمشي ليه. المهم انا غادي ندور فيه شي شويه ومن بعد غادي ندور هنا شي شويه، من بعد نطلع لفوق باش نمشي لبرا شي شويه ديال الفواكه ونرجع للناس. هذا هو الترانسبور ديال الشركه، هو هذا يديك في اي بلاصه اللي بغيتي هنا. المهم غادي يدور فيك، غادي تعيط عليه ويجي عندك حتى المحل ديالك وغادي يدي. الو، صباح الخير. صباح الورد، هذا هو الا قال لك شي واحد صباح الورد. دابا انا في الكومبلكس اللي مشيت ليه اللي كانت داخل القبيله. هنا بلاصه
فوق الجبل كاين البرد وتسكى في الخيمه وراك تبطع بالمناظر حنايا عبد الله باش تشوف. هذا هو صباح الورد. رفق صباح الحال. نعس حتى 6 تاع الصباح. المهم طلعت الشمس ما عاد تشوف ما غادي التصوير ما تكونش مزيان، لكن فعلا كاين هنايا بزاف بزاف ما يتشاف. أنا جيت البريكفاست هنايا، جيت الفطور لقيتهم مازال ما فتحوش، يعني مازال ما دوزوش الفطور حتى السبعة تاع الصباح. ما عاد يعطنا مازال الناس ناعسين، يبان ليا كلشي مازال ناعس. المهم غادي نمشي واحد شي شوية عاد نرجع ليهم. هاد المكان هادو كيصوروا فيه هاديك الآلة التراديشنال تاعهم القديمة تاع الموسيقى، اللي يصوبوها في القصب. إلى هنا معروفة بالقصب هاد المنطقة حتى هي. بامبو عندهم هذاك القصب الكبير هذاك كيقولوا له بامبو. دابا غادي نخليكم مع شي هاد المناظر هنايا داخل هاد المنتجع. نتمنى يعجبكم إن شاء الله هاد المكان هذا. نتمنى اللي باغي يجي لهنايا يجي يزورو. كذلك نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، يعجبكم هذا المكان، او تعجبكم هذه القناه وديروا تشاركوا معنا وديروا سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا.